بيليك عين الغلط متأكدة عقلي بيسأل قلبي ليه بعمل كده انت الوجع اللي انا مستحليا انت اللي مش ممكن اعيش لو مش معاك انا مدمنك مع اني عارفة انك طريق اخره سراب لانا قادرة من حبك اخف ولا قد اعراض الانسحاب مع اني عارفة انك طريق اخره سراب لانا قادرة من حبك اخف ولا قد أنا مدمنة ولا قد أعراض أنا كنت راضية بحياتي وساكتة ما هربتش غير لما أنت أخدت نور عيني اللي أنا بشوف بيها ومن ساعتها وأنا ماشية في الدنيا مش شايفة هي إمتى إيمان قالت لك على ميعاد مجيئها؟ بعت لها الفلوس هتحجز وتقول لي مش عايزاك تزعل مني لكن أنا رايحة أقعد في بيتي لأني ماليش مكان هنا طب نينو بيحبها كمان لكن افرضي نينو افرضي راجع ومش حاسس بيها زي زمان هو انت اهلك قبلوا بموضوع السفر ومعيشتك لوحدك عشان المغنم بسهوله؟ ابويا قال لي انت لو كملتي في السكه دي يبقى انا ما خلفتش بنت اسمها جليل. بس بيني وبينك انا عارفه ان قطعت وليا دي عشان يحميني من اذى باقي العيله. ادينا دخلنا الأوضة والباب اتقفل علينا هتلفي وتدوري عدتك ولا هتشتريها انا لو بلف وبدور كان زماني لسه قاعده في وسطيكم وبعمل اللي انا عايزاه من وراكم ولا في السر واحنا كنا هنسيبك عاد ما انت سبتني من يوم ما رضيتش تسمعني ولا تسيبني اقنعكم باللي انا عايزاه من يوم ما مديت ايدك عليا ولولا ابويا حشك عني كان زمان روحي طلعت في ايدك قالتها كانت طلعت وكنا ارتحنا وكنت ارتحت انا كمان ولا انت فاكر اني لاقيه راحتي وانا بعيده عنكم ولا في وحدتي هنا ولا فاكر ان انا عارفه استطعم حلاوه اي حاجه بعملها واحنا بينا اللي بينا كلام المغنواتيه ده تتحكي بيه على حد تاني لكن حيشني عنك راح وانا مادام لقيتك مش راجع غير بيكي
يا في ايدي يا في كفنك يا جليلة. رجالة في الصالة ورجالة في الأوضة، ده حتى ما حصلش كلام مغنواتية. انت عايز ايه انت التاني؟ انت اللي عايز ايه؟ وبتعمل ايه هنا؟ مين ده يا جليلة؟ ده عماد اخوي. انت بتشرحي له بصفته مين؟ بصفتي جوزها. احنا تممنا جوازنا بعد ما عمي توفى، وطبعا كان بودنا تبقى موجود، لكن اللي افهمه من جليلة انك مش عايز يكون ليك علاقة بيها، لكن طالما انت هنا وبتزورها يبقى خلاص النفوس صفيت. جاهزة نروح؟ أصلا يوماتي بعدي عليها بعد ما تخلص شغل ونروح سوا، وطالما أنت هنا يبقى لازم أن تيجي معانا. جوزتي؟ ومن ورانا؟ ما اسمعهاش من ورانا بقى، ولو إني عارف إن ليك عليها حق العتاب. خلينا نتعاتب في البيت، ما يصحش نتكلم في مشاكلنا في الشغل. يلا يا عماد يلا، لازم تيجي بيت أختك، ما يصحش تيجي لحد هنا وما تزورناش. ولا أنت مسافر على طول؟ ممكن تسيبنا لوحدنا شوية؟ أكيد. أعذرني معلش، أصلي لما دخلت ما كنتش أعرف إنك هنا. أنا هستناكم بره. قلعتي جدرك من عندينا خلاص؟ اتأكدت بقى إن أنا مش ماشي بطال ولا بعمل حاجة غلط ولا عيب؟ اتأكدت إن مالكيش مكان وسطينا، لكن ربطك بينا راح. مادام بقيتي على ذمة راجل، ده لو حسبنا يعني إن اللي يرضى في شغلانتك ولبسك واللي عاملاه في خلقتك راجل، يبقى هو يشيل مسؤوليتك ويحمي شرفه. لو اللي بينا راح فدمه اللي بيجري في عروقنا مش هيروح غير لما إحنا كمان نحصله. هتفضل أخويا يا عماد، وهفضل مستنية اليوم اللي تغير رأيك فيه وتجيلي. لا تجيلي ولا جيلك، أنا كنت جاية حاجة على عرضي، بس مادام بقيتي على ذمة راجل عادش ليا حكم عليكي. ماما مصرة انه نجيب سبب، وبتقول انه لازم نروح لعندهم قبل ما يكبر بطني ويصير هالقد. قريب قريب ان شاء الله بفكر اسافر معاكم. عن جد؟ يعني لو في الاول كنت خايف عليك انت وناديه، فدلوقتي بقى في ضيق بطنك كمان، لو مصممه تسافري ما ينفعش اسيبكم لوحدكم. هيدا قرار كتير منيح، وهيك انت كمان بتغير جو، فرجيك اشياء كتير حلوه هونيك، صدقني رح تنبسط. صباح الخير. صباح النور. ازاي حضرتك؟ ازيك يا دكتور؟ نحن كتير منيح. ما عندك شغل اليوم؟ لا عندي، بس رايحه اعمل مشوار. صوفيا بعتتني اجيب لها حاجات واركه. طيب نحن مش رح نعطلك، سلمينا عليها. يوصل اكيد، ولو ان غيابكم قطع بينا عند صوفيا. اذا هيك رح اخذ نبيله ونروح لعندكم قريبا. يلا عايدة عشان ما نتاخرش. على اسمك. تفضل. روحتي ما لقيتيهمش ولا؟ أهلا. تشرب إيه؟ أنا مش جاي الضيف. لو جاي تتكلم للأسف الوقت مش مناسب. أنا هنا بطولي ومش عارف أقعد معاك. أنا جيت علشان ما ينفعش تعرفي من برا. كان لازم أجي أقول لك وأعتذر لك. الخطوبة كمان أسبوعين. ما عملتهاش دخلة ليه؟ ماريكا بتحاول تماطل تكسب وقت. عقلها، كفاية الوقت اللي ضيعته. كان نفسي أقول لك أقعد معاها وأكلمها زي زمان،
لكن معلش مش هينفع المرة دي. أنا شايف وجع قلبها وحاسس بيه يا صوفيا. مقدر برضه حرقة قلب أني قليها. يمكن الخطوبة دي تحدي أني ويمكن الغيب يرجع هيرجع لكن اللي بينهم صعب ساعتها يرجع. اوعى تفتكر ان انا زعلانه منها. بنتك قضت وقت في بيتي اكتر من اللي قضته في بيتكم. انا بحبها مش عشان ناجي، عشان دي بنتي اللي شفتها بتكبر قدامي. ولو انتي مش قادره تحارب عشان اللي بتحبه هقولها انها ما بتحبوش كفايه، وساعتها يبقى ملهاش اي لازمه الحرب من اساسه. هي الفلوس دي ما اتسددتش ليه؟ ابعت لمدير الحسابات عشان نشوف هنحل الموضوع ده ازاي. ويا ريت تعتذروا للمستخدمين وتبلغوهم يصبروا معانا لحد اما الماهيات تتصرف. حالا يا فندم. وخليهم يعملوا لي قهوة. اهلا بحضرتك. اهلا، ازيك يا اخوي؟ ما ينفعش تشرب اتنين قهوة ورا بعض على غيار الريق. ولا انت فطرت؟ خايفة عليا قوي؟ وانا ليا مين غيرك عشان اخاف عليه؟ وما فكرتيش فيا ليه وانت بتلمي حاجتك وتمشي قبل ما تقوليلي وتفهميني في ايه؟ هي دي الاصول يا نعمات؟ في جينا محقوقالك وجايلك لحد عندك عشان استسمحك فيه. ولو اني كنت فاكره انك مش هتعدي الليله غير لما تيجي ونتكلم. انا ما رضيتش اروح لك البيت ولا اجي وراكي، لان كان المفروض تفهميني اللي حصل مش تقرري وتنفذي كاني مش موجود. استنيتك ترجعي عن اللي في راسك وتعقلي. خلينا نتعاتب في البيت، انا ورايا شغل كتير. انا بس يا استاذ صدقي جاي عشان اعتذر لك على سايباني البيت من غير إذن ومن غير ما بلغك. بس أنا مش هرجع على هناك. جرالك إيه يا نعمات؟ مش معقول تكوني هتسيبي بيتك علشان خناقة مع نبيلة ولا حركة من بتوعها. وبعدين مش أنت اللي كنت بتقولي إنها صغيرة وإنك علشاني تستحملي أي حاجة وكل حاجة؟ أنا لو طول أديك عناية ورحمة أبويا وأمي ما تأخرش أديهم لك عن طيب خاطر، وإنت عارف كده. أمال إيه اللي جد؟ اللي جد إن أنا قبلت على نفسي وضع عمري ما كنت أتخيل إن أنا أقبله. أنا اللي عمري ما كنت أرضى حد يدوس لي على طرف، ولا ابن وزير ولا حتى ابن أمير. رضيت. ما كنتش برضه أجي أشتكي لك عشان أزود همك ولا أعمل مشكلة ما بينك وما بينها. لأني مش عايزة حد يقول مرات أبوها قسيته عليها. لكن في الأول والآخر في حدود. أنا مهما حبيتك وجيت على نفسي عشان خاطرك، لو قبلت إن كرامتي تتهان وسكت هنكسر. وإنت ما ترضليش الكسرة ولا هتحبيني وأنا ست من كسرة. هو إيه اللي حصل علشان ده كله؟ أنا أول ما شفت عماد قلت بس أمين دله على مطرحي وهيخلص عليا وأنا واقفة في مكاني. يقوم أمين هو اللي ينجدني منه. بصراحة كتر خيره. بعد كل اللي انتوا عديتوا فيه مع بعض انه يقف جنبك ويعمل كده؟ بانه لسه بيحبك يا جليل. عارفه عارفه انا مش بايدك انك تحبيه. ممكن تحسي انك مديوناله بس مش بتحبيه. احنا اصلنا كمان لسه على البر، مفيش بينا حاجه تربطنا. يعني لا احنا متجوزين ولا في بينا عيله لازم تكبر بين ابوها وامها. لو ليلى اللي ربطاني باسماعيل فاللي يفرقنا اكتر بكتير من اللي ربطنا. السنين عشرته الوحشه والهوان اللي ورهولي واللي هو اعتذر عنه، وانت بنفسك بتقولي انه متغير خالص ومستعد يعوضك عن كل اللي فات. ده الراجل راجع لك زي الصفحه البيضاء تمليها شخبطه زي ما انت عايزه. صعب صعب قوي.
إذا كان ربنا عمل فيه اللي عمله وخلاه ينسى عشان يديك فرصة تانية تكفري عن ذنبك ده، ده لو اعتبرناه ذنب يعني أنت كنت برضو بتدافعي عن نفسك. بس المهم زي ما ربنا خلاه ينساه أنت كمان لازم تحاولي تنسيه. ولا في حاجة تانية هي اللي واقفة ما بينكم؟ مالك يا بابا؟ أنا اللي مالي؟ ولا أنت اللي مالك؟ أنا بتصدم فيكي كل مرة أكتر من اللي قبلها. شكلك لقيتها وشكلها مالت ودانك ضدي. المهم إني لما سألتك هي مشيت ليه؟ عملتي نفسك مش عارفة. أنا فعلاً مش عارفة. أنا حتى ما شفتهاش امبارح وهي ماشية. تحبي أقول لنبيها تروح مشوار عشان نقدر نتكلم براحتنا؟ ولا ليه؟ ما انت دخلتيها في مشاكلنا ونزلتي من مستواكي واتفقتي معاها على مراتي. والله مستواهم ما يختلفش كتير عن بعض. والحركة اللي انت عملتيها دي من مستوى بنات العائلات؟ يا بابا انا بحاول احافظ على حاجتنا. لو عايز هات نبيها واسألها الهانم المحترمة ادت لأخوها ايه وطلبت منه ما يجيبلكش سيرة، وكمان كان طمعان يشتغل معاك عشان هي تسرقنا هنا وهو يسرقك هناك. تسرقنا؟ ليه يا نبيلة الاتهامات دي؟ مش اتهامات، احنا سمعناها وشفناها بنفسنا وهي بتقوله الكلام ده. حصل وقالته لي بنفسها. طبعا لما عرفت انها اتفقست ألفت اي كذبه عشان تبرر اللي هي قالته. اللي انت مش عارفاه انها حكيه لي من قبل حتى ما تسمعيها. يعني ايه؟ يعني نعمات من يوم ما اخوها جالها وهي حكيت لي اللي دار بينهم، ولانها ست محترمه ولانها لا طمعانه في فلوسنا لا هنا ولا في الاوتيل، صممت انها تفك ضيقه اخوها بنفسها ورفضت تاخد مني مليم واحد، وبعت الذهب اللي عندها من قبل الجواز، ونبهتني لو اخوها جه وطلب مني فلوس او شغل من وراها ما قبلش ومرضاش. ولما قالت له اني معرفش كان علشان ما يطمعش انه الموقف ده يتكرر تاني. كان بامكانك تيجي تكلمي معاه او حتى تقابليها او تحاولي تفهمي منها، لكن انك تبعتي اللي يفتش في حاجتها. خفت تكون واخده حاجه تانية وهتتصرف فيها ما حضرتك ما حكيتليش. علشان مش من حقك تعرفي، لا كان المفروض تتصنطي عليها وتعرفي اللي دار بينهم، ولا انا مطالب احكيلك باللي دار بينا. زي ما هي ما اتدخلتش لما انت طلبتي مني اشغل خطيبك عندي، مش مفروض انت كمان تتدخلي في اللي بيني وبينها. انا اسف. لازم تكوني اسفه، ولازم اعتذارك ده يكون ليها هي مش ليا انا. تنتابه حاله من الغضب العارم لا يشعر بنفسه الا وهو يصفعها، تتوالى الصفعات وكانه يصفع نفسه هو الاخر، يصفع ضعفه وسذاجته اللذان جعلا فريسة. بكفي شغل لليوم، ما بيتأجل الشغل لبكرة؟ أنا ما بصدق تجيلي فكرة عشان أكتبها. فيها تجيك بوقت تاني، بدي فرجيك غراض جبتنه من السوق ومنقعد شوي مع بعض. شكلها ما عجبتكش، اجيب لك حاجه تانية؟ لا ابدا، انا بس مش جعان، تهاني تقلت على الغدا. اخيرا نفسك ابتدت تتفتح على الاكل. غديت مع مين؟ لوحدي. للعلم انا كنت فاكر ان انا هزهق لما اعمل حاجات لوحدي، بس ده طلع متعه في حد ذاتها. عارفاها ومجرباها. ابتديت تدخن من امتى؟ النهارده الصبح. هتفضلي واقفه كده؟ اقعدي معايا شويه. لا معلش،
لازم اروح اشوف الترابيزه اللي هناك وادخل المطبخ خلص حاجات قبل ما نقفل. اخلص واجي لك ولا هتروح؟ لا اروح ايه، انا خارج دلوقتي. رايح فين؟ مش عارف، بس مش جاي لي نوم، مش عايز ارجع البيت دلوقتي. في مسرحيه جايه من مصر بيقولوا عليها كويسه، بس مش عارف هي بتعرض فين. هسأل واشوف. تحبي تيجي معايا؟ يا ريت. خليها المره الجايه ابقى مستعد. روح انت وغير جو وابقى احكي لي على المسرحيه لو طلعت حلو. في شي مضايقك؟ يعني عندي شوية مشاكل في الشغل، خليني مضغوط عليا شوية. متشغليش بالك. انت اللي بالك مشغول او انه في شي مضايقك منه ومش عم تقرب؟ قلتلك مفيش مشاكل في الشغل بس، ودماغي مش رايقة. نامي ما تستنينيش. يا ريتك كنت فضلت وحشنا مسيو فريد. لو سمعك رمسيس هيرفدك، هيقول انك بتطفش الزباين. تفضل طفشان ومبسوط افضل بانك انت تيجي هنا كل يوم وانت جواك كل الهم ده. هو انا باين عليا قوي كده الدرجه دي؟ مش عارف اخبي. متهيألي انك انت بتيجي هنا لان ده المكان الوحيد اللي انت مش مضطر تخبي فيه اي حاجه. انا مش مضطر اعمل نفسي فرحان بالمستقبل اللي ما اخترتوش، ولا أعمل نفسي مش متضايق من الحياة اللي أنا عايشها، مش عارف أهرب منها، ولا أبين إني مش موجوع من اللي عشمتني بالدنيا ورجعت سرقتها مني وهي من بين إيديا. أنا مهزوم، الدنيا حتى مستكترة عليا. أخد وقت أستوعب هزيمتي وأحزن فيه. ما شفتش أمين؟ ما جاش النهاردة، واخد أجازة. ليه، هو جرى له حاجة؟ والله أنت أدرى واحدة باللي حصل له. سيبيه يا بنتي يداوي جرحه بالطريقة اللي تريحه. مظبوط، سيبيه. أفندم؟ مش أنت مش بتحبيه؟ وقلتي له انك مش عايزاه، بتدوري عليه ليه؟ سيبيه يحاول ينسى، ولا هي علمتك تخليهم يتعلقوا بيكي وبعدين تبعدي تتفرجي عليهم وهم لا عارفين يقربوا ولا عارفين يبعدوا؟ هي مين دي؟ لولا؟ انت من كام شهر جيتي لي هنا وقلتي لي قد ايه هي غلبانه وقد ايه انا ظالمها، وانا لو بس عرفت حكايتها هعذرها. اديني عرفتها بس مش قادر اعذرها لانها كذبت عليا وخلتني زي المغفل اتعلق بيها.
جايه؟ لا ابدا، جيت في ميعادي. طب ما نمتيش ليه؟ ما انا خفت انام ما الحقكيش قبل ما تنزلي. اوعى حصل حاجه. اصل في حاجه غريبه كده حاصله بقالها كام يوم. الدكتور فريد رجع يجي التياترو زي زمان. انا مش عارفه ازاي نسيت احكي لك الموضوع ده، مع اننا بنحكي لبعض كل حاجه. مكانش فرصه اكيد. صح، مشكله اخويا ومشكله جوزك اللي ظهر اكيد، يعني الموضوع ده مش مهم قوي انه يتحكي. اصل ايه القصه يعني في ان الدكتور فريد يرجع يجي التياترو؟ انما لما يكون في بينك وبينه قصه الله اعلم بقالها قد ايه، وانت حتى ما تجيبيش سيرتها، يبقى يا انت شايفه الموضوع فعلا ملوش قيمه انه يتحكي، يا اما انا اللي ماليش قيمه. ولا عمرك اعتبرتيني اختك ولا حبيبتك ولا الكلام اللي بتغني عليا بيه ده. لا يا جليله، مش كده. انا بس ايه، خفتي عليا؟ خفتي عليا زي ما خفتي عليا تحكي لي موضوع جوزك؟ ولا عشان عارفه ان اللي تعرف واحد متجوز تبقى بترخص نفسها، فخفتي ترخصي نفسك قدامي؟ انا فاهمه انك متضايقه وضحك، بس انا ما كنتش عارفه افتح معاكي الموضوع ازاي. بحب سهله اهي، زي ما حكيت لك عن امين واللخبطه اللي انا حاساها ناحيته، وزي ما حكيت لك عن اهلي اللي قطعوني والحلم اللي سرق عمري وحفضل وراه وموت ابويا اللي كسر ظهري. ده انا اتعريت قدامي. انت كنت بتحطي راسك ازاي معايا على نفس المخده وانت مخبيه عني كل ده؟ بحبه بس مش سهل انها تتقال، مش سهل عليا حتى اقولها لنفسي، مش اني اجي اقولك. ان الذنب كان بياكلني، ازاي قدرتي تحبي وانت بنتك مش في حضنك؟ ازاي قربتي وانت عارفه ان هو مش ليكي ولا عمره ما هيكون؟ ما اقولكيش وانت اختي وحبيبتي، ولا اقولك ولا شايلك معايا الهم والذنب. ذنب كذبك عليا ولا ذنب اللي عملتيه في جوزك وسبتيه سايح في دمه؟ ولا ذنب الست الغلبانة اللي فتحت لك بيتها قمتي سارقة راجلها؟ تصدقي ليكي حق، ليكي حق، إحساس الذنب ياكلك. ده ربنا ليه حكمة يبعد عنك بنتك عشان ما تطلعش زيك. بتاع الربابيكيا عايز ابيع دول. ايوه بس الحاجات دي حالتها كويسه عارف، بس مش لازمني اشتريهم ولا اشوف حد غيرك. لا لا براحتك براحتك، عدهم حضرتك وشوف لو المبلغ ده يناسبك. يناسبني؟ انا اصلا كنت ارميهم مش هكسب من وراهم حاجه، او كده جه من وراهم مكسب. بيكيا
ناديه نازل متاخر النهارده. رجعت متاخر للبيت وعندي صداع شديد، هروح اجيب دواء وارجع اريح ساعه وبعدين ننزل المستشفى. عايز تيجي معايا؟ لا انا مديت الاجازه، بس كنت عايز اسالك حاجه مهمه. اكيد اتفضل. انت بتشتري لبسك من هنا؟ انا ما صدقتش نفسي لما بلغوني انك جاي تقابليني. قصدي يعني انه دايما انا اللي بسعى وراكي مش العكس. ما تقلقش مش هعطلك. اتفضلي. تعطليني على ايه؟ انا ما وريش حاجه، ولو ورايا اكيد اللي انت عايزاني فيه اهم. انا بس جايه ابلغك انه انا سبت البيت اللي انا كنت قاعده فيه، فلو انت عايز توصل لي ما تروحليش هناك، ممكن في مكان شغلي او في مكاني الجديد ما اعرفه. يعني انت سبت البيت وانت مش عارفه هتنقلي وتروحي فين؟ اهو ده اللي حصل، الظروف قضت بكده. انا هتصرف. هتتصرفي ازاي؟ ولحد ما تتصرفي هتقعدي فين؟ ان شاء الله مش هغلب، هلاقي اي لوكاندا او بنسيون. لا لا لا، انت تخلصي شغلك وتيجي عليا. هنا فين؟ هنا في الاوتيل. ما تقلقيش هحجز لك اوضه تانيه تقعدي فيها لحد ما ليلى تيجي. لا يا اسماعيل مش هينفع. اللي ما ينفعش فعلا انك تبقي مش عارفه هبيتي فين وانا اسيبك. انت في الاول وفي الاخر لسه مراتي وعلى ذمتي، يعني انا مش ممكن اسمح ابدا بان ده يحصل. وان كنت الاول سبتك تقعدي في البيت ده فلانك كنت مرتاحه فيه، انما بما انك سبتيه فتيجي على هنا حتى يبقى سهل عليا لو عرفت اي اخبار اقدر اوصلها لك اول باول. ارجوك يا اسماعيل سيبني على راحتي، ما اقدرش. انا مش عايزك تبقي مش براحتك يا كريمان، صدقيني، بس عشان خاطري خليني ابقى مطمن عليكي. وكفايه قلقي على ليلى، وكفايه ان انا السبب في شحطتكم انتوا الاثنين. سيبي حاجتك وروحي شغلك، وانا اخليهم ياخدوا الحاجه يودوها على اوضتك لحد ما تيجي. لو انطبقت السما على الارض مش ممكن هعمل كده. طيب شو اللي هتقولي لبيك؟ مش هقول حاجه ومش هعتذر لحد، وزي ما هي سابت البيت ترجع لو عايزه ترجع، ولو اني مش عارفه لو رجعت المره دي هنعيش ازاي في بيت واحد. بصراحه انا مش فاهمانه شو اللي خلاكي تعملي هيك. انت غلطانه واعطيتيها فرصه تكون بموقف اقوى. اعمل ايه بقى اللي جه في بالي وقتها؟ هلاقيها منك ولا من حسن؟ حسن معه حق، كان لازم تاخدي راي حدا. ما انا مش لاقياكي وانت على طول مش فاضيالي، يا وراكي مشاوير يا مش عايزه تنزلي. انت في حاجه مخبياها عني يا عايده؟ لا شو بدي اكون مخبيه يا نبيله؟ انت وفريد اموركم تمام؟ انا مش جاي احكي عن مشاكلي، جاي اسمع مشكلتك. اول مره تشتكي مني؟ لأنه دايماً بتمنى أنه حتى إذا الأمور مش منيحة أنه تصير منيحة، بس خلاص ما أنا قادرة بقى أجرب لحالي، وهو مقدر هالشي بس مش عم يعمل مثلي. تحبي بابا يتكلم معي؟ لا اوعى، ما بدي حدا يعرف. إذا فريد عرف أني اشتكيت، أصلك ما بتعرفي فريد بس يعصب. هو فريد بيتعصب أصلاً؟ فريد بيعمل أشياء كتير ما بتتخيلي أنه بيعملها. يظهر إنه كلهم كده، حتى كان يتخيل إنه بابا يعمل كده. قولي لي يا عايدة أعمل إيه؟ دبريني لحسن، أنا خلاص مش قادرة أفكر. صباح الخير. صباح الخير. طيب أنا رح أمشي. إذا حضرت الشياطين؟ لا أبداً، بس فريد ونادية بعدهم بالبيت. عدي علي بس طفتي. بالإذن. هتروحي النعمة إمتى؟ كمان أنا اللي هروح لها؟ ما هو اللي غلط هو اللي بيروح ويعتذر. تحب أسيب لها البيت علشان لما ترجع ما تبقاش متضايقة كل ما تشوفني؟ نعمات قلبها مش أسود يا نبيلة، وعايزك تفكري على قد ما أنت مش حباها وظلماها، على قد ما المفروض تفكري في سعادتي، وإنك بعد فترة قصيرة هتتجوزي، وساعتها من حقي أبقى مرتاح ومبسوط، ولا أنت هتبقي مبسوطة وأنا لوحدي؟ بس أنا مش هسيبك لوحدك، وأقنعت حسن إننا نتجوز ونفضل قاعدين هنا عشان أفضل جنبك على طول.
أنا أكيد أحب إنك تفضلي معايا أنت وجوزك، لكن لازم تبقي فاهمة إنك هتقعدي معنا أنا ومراتي، ولو عندكم مشكلة معاها ما أعتقدش إنكم هترتاحوا ساعتها تعيشوا معاها في نفس البيت. ألو؟ ليه بتكلميني في البيت؟ وأنا مش عايز أتكلم. طيب، مسافة السكة. أنا رايح المستشفى متأخر. ناكو. عايدة أنا آسف. على شو؟ الفترة اللي فاتت كنت مضغوط، وأنا عارف إنك اتضايقتك. ما تعطى الهم. أنا بعرف إنه حتى إذا ضايقتني بيكون من غير قصد. أشوفك بالليل. ينفع اتاخر، فيا ريت تقولي اللي عندك بسرعه، ده لو لسه عندك حاجه تتقال. انا فهمت قرارك واحترمته، فهمت ان انت عايز تتعامل معايا كانك مش شايفني، واحترمته وبعدت عنك عشان ما اضايقكش. هو جزء من بعدك ده انك تكلميني في البيت وانت عارفه ان عايده ممكن ترد عليكي؟ ولو انت مش عايز مراتك ترد ولا تعرف ومهتم قوي ان محدش يعرف، قلت الجليله ليه؟ ما قلتلهاش. يعني يمكن كلمه فلتت مني بقى، بس ما كنتش قصدي. انت مش فاهم الموضوع كبر ما بيننا ازاي، ولا تتصور الكلام اللي هي قالته لي. انت عايز مني ايه يا فريد؟ انا اللي عايز منك ايه؟ انت عايزه مني ايه؟ قربتي مني ليه؟ علقتيني بيكي ليه؟ وربتي لي الباب وحسستيني ان احنا ممكن نبقى سوا. انت عارف ان عمره ده ما هيحصل. انا ما كنتش اعرف انه ايه؟ كنت هتتجوزيني يبقى انا اسم فيهم؟ كنت هتقولي لبنتك لما ترجعيها اي قصه فيهم؟ اللي حصل ولا اللي حكيتهولي ولا قصه ثالثه هتقلي فيها لها مخصوص؟ انا كنت بحاول احمي نفسي يا فريد، مهما حبيتك ومهما وثقت فيك. كنت عايزني اعمل ايه؟ اجي اقول لك ان انا قتلت واحد؟ لا، ازاي؟ تكتبي وتخبي، تستغفليني وتستخدميني. استخدمك؟ طبعا، فرصه من ذهب. تسافري معايا وتتحامي فيا بدل ما تتبهدلي وانت مسافره لوحدك. انت اللي اقترحت ان احنا نسافر سوا، انت اللي قلت لي يلا نتجوز، انت اللي قربت حتى وانا كنت بحاول ابعد، وقلت لك ان انا خايفه وانك ما تعرفنيش. صحيح، انا اللي قلت لك كل ده، وانا اللي بقول لك دلوقتي ان انا مش عايز اعرفك تاني. مش عايز اعرف كريمان ولا كريمه، ولا عايز اعرف هتعملي ايه. انا ما بقتش اصدق اي حاجه من اللي بتقوليها، ما بقتش قادر اعرف اللي مرينا بيه ده كان حقيقي ولا كان. عندك حق، كان في ما بيننا كدب كتير قوي، بس الحب اللي قابلناه أول مرة وإحنا مع بعض، حتى لو أنت حاولت تشيله من قلبك أو لو أنا حاولت أدريه من قلبي كأنه مش موجود، ما كانش كده. أنا عارفة إن أنت حقك إن أنت تكرهني وما تبقاش عايز تبص في وشي. ما تصدقنيش وكدبني، بس ما تكدبش اللي ما بيننا، ما تكدبش اللي حسيته. يمكن في يوم هقدر انسى كل اللي عملتيه فيا، بس اللي مش هقدر انساهولك هو الامل اللي اديتهولي. انت عارف انه مش حقيقي. انا
ولا دلوقتي لا عارف اتمسك بيه ولا عارف اكمل حياتي وارضى اني اعيش من غيره. هو انت هتفضلي مستخبيه في المطبخ كده؟ انا مش عايزه حد يشوفني ولا اشوف حد. انا جيت بس عشان افك نفسي معاكي بكلمتين. انا عارفه ان احنا معرفه جديده بس والله بحس انك زي اختي وعمرك ما حسستيني يعني بالفرق اللي بيننا. هو ايه الفرق اللي بيننا؟ انت هتعملي زي صديقي وتضحكي على نفسك وتقولي ان هو مش موجود. الفرق ده موجود في دماغ الناس بس، لكن الراحه اللي ما بين اتنين بتداوب كل الفروقات اللي انت بتفكري فيها. وانا اللي هقول لك برضو، انا عارفه ان هو صعب يختار ما بيني وما بين بنته، وانا مش عايزه اخليه يختار. انا صعبان عليا منه. انا كنت فاكره انه يعني كنت متعشمه ان هو هيجي ياخدني من ايدي ويقول لي هترجعي بيتك غصب عن التخين. وليه ما تقوليش انه بيعززك؟ الراجل عايز يجيبها لك لحد عندك عشان تعتذر لك، عشان يوم ما ترجعي بيتك ترجعي وراسك مرفوع مش غصب عن حد، لكن برضا وطلب من الكل. وانا هضحك على نفسي، انا عارفه ان ده مش هيحصل. ده تلاقيها ما صدقت ان انا مشيت. بالك انتي مش بعيد تكوني اشتريت قله وكسرتها ورايا وانا ماشيه. انا بقول لنفسي ارضى بيومين حلوين عشتهم معايا، وانا كنت طول الدنيا تديني اليومين دول. ما اطمعش بقى. الحب بيطمعك، كل ما تدوقي حلاوته كل ما بتبقي عايزه زياده ومش بتستكفي، وهو ده اللي هيخلي صدقي بيه يتصرف. انا واثقه من كده، وانت كمان، لان كنت هتروحي وتطلبي منه بصريح العباره ان انتوا تسيبوا بعض. انا كنت رايحه وناوياها، واول ما وقفت قدامه وشفت زعله مني حكيت له اللي حصل وشفت قهرته عليا، لساني اتعقد خرست ما حكيتش لحد تاني عن الموضوع. انت فاكره ان انا مستخبيه هنا من العرسه ولسانها الطويل؟ بس انا مستخبيه كمان من كريمه، خايفه انها تشوفني وانا زعلانه فتحكي لجليله، فجليله تقول لي احكي لي فاقعد احكي والموضوع يكبر. لا، كريمه فيها اللي مكفيها، مش بعيد هي اللي لو شافتك تقعدك وتحكي لك، تلاقيك انت بس اللي بقالك شويه ما اتكلمتيش معاها. ليه مالها كفل الشر؟ حصل لها ايه؟ مساء الخير. مساء النور. في غرفة باسم كريمان شاهين؟ كريمان شاهين؟ مظبوط يا فندم. دول لحضرتك. أنا بعت وجبت لك الحاجات دي من البيت لحد ما ننزل ونشتري لك لبس جديد. وفي حاجة كمان أتمنى إنك تنبسطي لما تشوفيها. دول كمان لحضرتك. طلع الحاجة دي في أوضة 1040.
حبي ليك عين الغلط متأكدة عقلي بيسأل قلبي ليه بعمل كده انت الوجع اللي انا مستحليه انت اللي مش ممكن اعيش لو مش معاك انا مدمنه ولا قد أعراض الانسحاب مع إني عارفة إنك طريق آخره سراب لنا أدرى من حبك أخف ولا قد ولا قد أعراض الانسحاب